الفطار 4 معالق فول مضاف اليه ليمون وكمون ونص ثمر الطماطم مكعبات ومعاهم نص رغيف بلدي وشريحتين توست سن او نص رغيف بلدي او شريحتين توست سن زائد كوبايه عصير برتقال فريش. بعد الفطار بساعتين ثمرتين فاكهه تفاح او كمثرى او كوبايه زبادي او ثمر واحده كفايه ماشي او ثمر. بين الفطار والغدا 3 ثمرات خيار وثمره جزر او 3 بروكلي وثمره جزر. اليوم الاول الغدا، اول يوم رز بالحمص واللحمه، 3 معالق بصل وفص ثوم ورشه بهارات ورشه كركم ورشه زنجبيل ومعلقه زيت ومعلقه حمص الشام مسلوقه و125 جرام لحمه مكعبات مسلوقه و5 معالق رز بسمتي ورشه بقدونس. مسلوقه ولا ممكن تتعمل زي كباب الحله كده بالبصل و... ممكن تعمل بصل بس من غير زيت ولا سمن. تمام. زائد 3 معالق سلطه زبادي بالخيار. العشاء كوبايه زبادي منزوع الوجه زائد 2 معلقة جنين قمح او 2 ثمرات فاكهه يتقطعوا في علبه الزبادي كده ويتاكلوا. هي ثمره واحده برضه. او ثمره واحده. ثمره. طيب الغدا طاجن سمك مع مكرونه وخضار. يا 200 جرام سمك فيليه مكعبات كبيره، 5 معالق مكرونه مسلوقه، كوبايه خضار مكعبات كبيره عباره عن بصل وفلفل الوان ومشروم وجزر وكوبايه عصير طماطم ومعلقه زعتر ومعاهم سلطه. العشاء 7 معالق فاصوليا بيضه او حمراء مسلوقه مضاف اليها طماطم مفرومه وبصل اخضر وفلفل رومي وبقدونس وعصير ليمون. ايه طماطم مفرومه دي؟ عصير طماطم. عصير طماطم. اوكي. اليوم الثالث الغداء رز بالعدس الاصفر، 2 معلقة بصل، 2 معلقة زيت، 3 معالق رز، 2 معلقة عدس اصفر ورشه كمون زائد كفته مشويه، 120 جرام لحمه حمراء مفرومه وبصله مفرومه ومعلقه بقدونس مفرومه. اليوم الرابع سمك مع كريمه الكمون والكزبره. حضرتك حطيت 2 مرات سمك الاسبوع ده. سمك مهم برضه على فكره، على الاقل ممكن 2 مرات في الاسبوع. 200 جرام فيليه سمك، نص معلقه صغيره كمون حب، نص معلقه صغيره كزبره حب، 2 معلقة زبادي ومعلقه كريمه وفص ثوم وعصير نص ليمونه ومعلقه كزبره خضراء زائد 5 معالق رز. ده فيه كريمه وفيه حاجات كده. يا رجيم لطيف يا. العشاء 3 معالق فول مهروس مع 2 معلقة بصل ومعلقه طماطم ومعلقه بقدونس ورشه كمون. اليوم الخامس الغدا فراخ مشوي بالليمون، 2 معلقة زبادي وعصير نص ليمونه ومعلقه زيت زيتون وفص ثوم ورشه بابريكا وملح وفلفل وصدر فرخه زائد نص رغيف بلدي زائد سلطه. العشاء 3 معالق جبنه قريش زائد سلطه زائد كوبايه عصير برتقال. اليوم السادس الغدا طاجن فول بالشكشوكه، نص بصله نص فلفل رومي فص ثوم حبه طماطم مكعبات وبيضه و3 معالق فول متبل بالملح والليمون والكمون معاهم نص رغيف بلدي زائد سلطه. والعشاء كوبايه زبادي وثمره فاكهه. تمام. اخر يوم في الاسبوع اليوم السابع 100 جرام لحمه بفتيك مشوي زائد رز بالزنجبيل، 3 معالق بصل ونص معلقه زنجبيل فريش وفص ثوم ومعلقتين فلفل الوان مكعبات ومعلقه بسله ومعلقه جزر مكعبات ومعاهم 5 معالق رز بسمتي زائد سلطه. العشاء سلطه تبوله، 2 معلقة فاصوليا حمراء مسلوقه، 2 معلقة فاصوليا بيضه مسلوقه ومعلقه حمص مسلوق، لا تبول ده غير التبوله، ومعلقه بصل ومعلقه طماطم مفرومه ومعلقه فلفل رومي مفروم ومعلقه عصير ليمون ومعلقه شطه وملح وفلفل. ده هيظهر حاجه اسمها تبول غير التبوله. وبعد الغدا بساعتين 2 ثمرات فاكهه او كوبايه عصير فاكهه فريش او 8 حبايات لوز او 8 حبات بندق وشرب لا يقل عن 3 لتر ميه يوميا. انا ده كنت لسه بقول لحضرتك ده الرجيم الاقرب اللي انا يعني مش بعرف اعمل الرجيمات اللي هي الثانيه والكيماوي، طول النهار موز، طول النهار زبادي، طول النهار لحمه، طول النهار بقى حتى لو ما بقتنعش بالدايت حتى لو طول النهار فراخ بقى وبتاع بتعب. الرجيم الوحيد بجد ده اسلوب حياه، ده لايف ستايل قريب من اكلنا العادي خلاص. عشان كده بقول لك انا عايز احول الدايت لاسلوب حياه بعد كده، يبقى في حاجه هيتعود ان في 3 وجبات يفطر كويس. وبعدين هو حضرتك حاطط كريمه وحاطط رز وحاطط كده، لما باجي اكل بقى بشاميل بعد كده ما بخس يعني ما بتخنش اصلا. ما ترجعيش، ما دي الفكره، انا خاسه 52 كيلو ما رجعتش، ان اسلوب حياه اتغير للافضل. انا ما بديش بقى الكيميكال دايت اللي هو يوم زبادي يوم فاكهه يوم خضار، مش هيبقى اسلوب حياه. وانس انك وقفته هترجع اكتر من الاول. تمام. فعشان كده دايما نجاح الدايت اللي بديه اللي هو التعليمات الناجحه وبلس يبقى اسلوب حياه تقدر تكمل عليه بعد كده، وتضمن اهم من كده ان مفيش ولا سكر ولا ضغط ولا كوليسترول ولا اي مشاكل تظهر لها يعني.
تمام. طيب احنا عندنا فوائد البقوليات مكتوبه كده قدام حضراتكم طبعا. عشان اللي عاوز يفهم لما بياكل فول او اي بقوليات ايه اللي جسمه بيستفيد منه، بيقول لك ان هي مصدر جيد للطاقه وفيها غنيه بالكربوهيدرات والبروتينز. تاني حاجه قليله الدهون، لا تحتوي على الدهون المشبعه او الكوليسترول، اللي هياكل ده ما فيش كوليسترول هيزيد. فيها الياف قابله للذوبان وغير القابله للذوبان، اللي جميعها طبعا بتساهم في السيطره على مرضى او مرض السكر والكوليسترول. الوقايه من امراض القلب والاوعيه الدمويه، بتساعد على خفض نسبه الكوليسترول في الدم، تحمي من الامراض السرطانيه للجهاز الهضمي، مصدر جيد لفيتامين سي، البوتاسيوم، الكالسيوم، حمض الفوليك اللي هو الفوليك اسيد، الفوسفور، الحديد، الزنك، المنغنيز، المغنيسيوم. يمكن تناولها مرتين بالاسبوع، ويمكن اضافه الليمون والكمون والزنجبيل على بعض البقوليات للمساعده في عمليه الهضم والتخلص من الغازات.